واش درت رجعت لكم فيديو جديد. المهم الدري في الفيديو كما شفتوا في العنوان ولا المينياتور على واحد السامب دري الهرباء كتخدم على اي تليفون. المهم السامب ديال اندرويد 6 اللي فوق. المهم هاد السامب الدراري ناضيه ما فيهاش كراش بزاف، فوق كتخدم الاف بي اس 90 في الاف بي اس، في الانبوت كتخدم فيها موضات. المهم راه شي حاجه نقيه. المهم بالنسبه للدراري اللي كيقولوا لا راه ما بينش شي سامب كتخرج، راه نقول لكم الدراري هاد المعلومه هادي، راه اي سامب فيها الانبوت قديمه راه كتخرج، كتربي واحد المده وكتخرج. المهم الا السامب العاديه هي اللي ما كتخرج. المهم قبل ما نبداو دري شي لايك ومتابعه وشي كومونتي زوين، واللي خاصو شي حاجه يدوز عندي بريفي واتساب الجروب ديالنا في التحت، راه تلقاو في التحت في الوصف. المهم هادشي اللي كاين الدراري نخليكم مع الانترو نبداو، وسامب الدراري راه غتلقاو حتى تحت في الوصف كيما قلت لكم، خليكم مع الانترو. المهم الدراري كما كتشوفوا معانا هي السامب الدراري، راه شو اللوكو ديال الهرباء الدراري. المهم السامب ديال اندرويد 6 راه تخدم على كلشي التليفونات الدراري كما قلت لكم في الاول ديال الفيديو. المهم السامب الدراري بحالها بحال السامب عادية، كتدخلوا كتشارجيو الطاطا ديالها، كتختاروا ديال 900 ميجا ولا ديال 2 جيجا. المهم الدراري هما بلاصة السيرفرات، المهم كما قلت لكم بلاصه السيرفرات انا فاش كتحطوا الاي بي ديال شي سيرفر سيرفرات الاخرين الدراري. المهم عندكم الدريس سيتينغ، عندكم الانبوت، الشط حرة، الاف بي اس، المايك الدراري. المهم لي بيتو الموضات، الاف بي اس بلاصه كتديو الاف بي اس لي بيتو 90 اف بي اس الدراري كما كتشوفوا معانا هنا. المهم شي حاجه الهربه الدراري، شي حاجه الهربة الدراري كما كتشوفوا معانا. ما كرهتش ندخل نتستي معاكم، ولكن خاص نبقى نشارجي والويفي ثقيل شويه الدراري. المهم هادشي اللي كاين الدراري، تسناو فيديو جاي الدراري، ويلا بيس عليكم.